من جديد كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. فرحتنا مستمره وفرحه لاعبي النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي السوبر واحد من اللاعبين ان وقت ما الاهلي بيحتاجه بيكون موجود، الثقه موجوده، الشخصيه موجوده، واحد من اللاعبين اللي دايما رهان جماهير النادي الاهلي او المسؤولين في النادي الاهلي عليه بيبقى موجود، كابتن علي لطفي. كابتن علي برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. الاستاذ طارق قنديل بيسلم عليك، بالمناسبه عايز اقول لك مبروك. الثقة موجودة، الروح موجودة، خلينا أبارك لك على البطولة النهاردة، بطولة غالية جت في توقيت مهم جدا مع بداية الموسم. اه طبعا الحمد لله، طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على البطولة النهاردة، وكانت بطولة مهمة زي ما أنت قلت فاروق. الموضوع كان صعب الفترة اللي فاتت، الحمد لله اتمرنا بشكل كويس جدا وفترة الإعداد كانت ماشية بشكل كويس جدا. ربنا كرمنا بالبطولة النهاردة في بداية موسم، دي تدينا دفعة لقدام إن شاء الله، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. قبل الماتش الكلام اللي دار بينك وبين الشناوي النهارده، انا عايز برضه اتكلم على نقطه مهمه جدا، ان خمس مباريات على التوالي النادي الاهلي ما بيستقبلش اي اهداف، وخمس مباريات في بطولات مختلفه في افريقيا، في دوري، في كاس سوبر. اعتقد ده بيدل على قوه النادي الاهلي سواء في حراسه المرمى او ايضا في خط دفاع النادي الاهلي. اه طبعا الحمد لله، طبعا احنا اتكلمنا مع بعض كتير جدا الفتره اللي فاتت، وكان في ناس كانت من الموسم اللي فات طبعا زي ما كانت واخده اجازه من الفتره طويله كبيره جدا ما خدتش اجازه، واستعادت قوتها تاني وجت اشتغلت، فالحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده والشناوي ادى بشكل كويس الفتره اللي فاتت، ونتمنى ان شاء الله نمشي على هذا المنوال يعني ان شاء الله. مركز حراسه المرمى من المراكز الصعبه جدا، يعني اللعيب لما يغيب شويه عن المركز بيبقى محتاج تركيز، محتاج ان هو رجليه تكون في الملعب. علي لطفي بيكسر القاعده في كتير من الاوقات اللي النادي الاهلي بيحتاجه فيها، ده بيدل على الروح اللي موجوده ما بين علي لطفي، ما بين الشناوي، وما بين مصطفى شوبير، ايضا التحضير النفسي والثقه اللي عند علي لطفي، وايضا ثقه جمهور النادي الاهلي في الكابتن علي لطفي. طبعا انا بحمد ربنا اولا يعني اي في اي وقت الحمد لله بنشارك انا او اوفا بنشارك بشكل كويس، فدي منافسه قويه طبعا في التمرين، وبنشتغل بشكل كويس وبنتمرن وبنرضي ربنا في شغلنا، وعشان كده ربنا بيكرمنا، فان شاء الله نبقى ماشيين على كده برضو ان شاء الله. وبتمنى طبعا اي بطوله احنا بنشارك فيها نبقى نظهر بشكل كويس، وطبعا الاول ببارك جمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان موجود النهارده في الامارات وموجود في مصر من اول ما جينا، من اول يوم جينا في الامارات، الجمهور بيساندنا جدا، فطبعا ببارك لهم واقول لهم ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. كلمه الجمهور، وقلت كلام من القلب للجمهور، لكن اللي جاي ايه؟ نقول للجماهير ايه ونطمن الجماهير ايه؟ لان النهارده بدايه ان شاء الله ناخد من بطوله السوبر دي بدايه ان شاء الله للبطولات اللي جايه باذن الله. طبعا اكيد زي ما انا قلت لك، طبعا هو الجمهور بالنسبه لنا هو رقم واحد، يعني جمهور الاهلي دايما في ظهرنا وبيساندنا في الحلو والمره، زي ما بنقول الحلو والمره دايما معاه، وطبعا بشكرهم، وان شاء الله هم على طول في ظهرنا، ان شاء الله نقدر نحقق كل البطولات اللي احنا هنشارك فيها ونتعب اكتر، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. كلمت كايلا ولا لسه؟ واكيد فيه لازم تجيب لها هديه يعني يا كابتن علي، فيعني اكيد لازم، يعني انا بقولها على الهوا كده خلاص، احنا في هديه اكيد. اه طبعا الحمد لله، طبعا كارما واسر وكايلا الحمد لله هم وشهم حلو عليا، وخصوصا كايلا لسه كانت يعني بقى ست شهور، لا الحمد لله ربنا كرمنا بالسوبر، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه بكل حاجه. وطبعا لا اكيد طبعا ده اجباري الهدايا، يعني الثلاثه اجباري، ما بخشش من البيت. ربنا يحفظهم لك حبيبي علي، وان شاء الله مزيد من البطولات الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. حبيبي مبروك يا حبيبي.